إذا كان قانون قيصر يهدف إلى خنق النظام السوري إلا أنه يرخي بثقله على لبنان، التداعيات كبيرة وجمة نظراً للعلاقات المتشابكة بين لبنان وسوريا. فما هي هذه التداعيات وما هي العواقب في حال تخلف لبنان عن الالتزام ببنود هذا القانون؟ يعيش الشارع اللبناني على وقع الترقب لمدى تأثير مفاعيل قانون قيصر على مفاصل الحياة فيه، إذ أن العلاقات بين لبنان وسوريا تاريخية، ولو أنها تراجعت بشكلها المباشر بعد العام 2005 إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري. الإشكالية هنا تكمن في مدى قدرة لبنان على الالتزام ببنود القانون الأمريكي، خصوصا في ظل اعتبار القوى السياسية الحاكمة راهنا حليفة النظام السوري بشكل أو بآخر، هذا عدا عن ارتباط وثيق بين حزب الله والنظام على صعد اقتصادية وسياسية وعسكرية تترجم في قافلات التهريب التي لم تتوقف يوما، لا بل تضاعفت وتيرتها. هلا بتفكر انه كيف يعني بتوقف؟ ما في عندك تهريبات؟ هذا الغلط، التهريبات اللي بيصيروا هون وهون هذا كله ما عم بيأثر، طول ما في مصاري عم يندفع بتهرب. في ناس كثير بتتأثر، لان كان في جيب بضاعه، في اشياء بيجيبوها موني ماموني. في لبناني عم تروح تجيب اغراضها من سوريا، وفي من سوريين عم ياخذوا اغراض من لبنان. هذا عملنا بنسمعه من حبوب ومن مزوط ومن طحين ومن غيره ومن بن واشياء، هاي عم نسمعها نحن. هلا هيدي مسؤوليه الدوله، شو فيها تجيب شو فيها تاخذ، هذا شيء انا ما بعرف فيه يعني، بس بسمع هاي الاخبار انه في هاي المواضيع كله تهريب، بس مش لمصلحه البلد يعني، كله لمصالح بوطة ما بعرف شو هي، حزبيه غير حزبيه ما بعرف انا، كله بس المهم مصالح خاصه. الوضع تحت الصفر، تعيس جدا، العالم كله عم تعاني، وكله مشان قصه الدولار وما الدولار، العالم فايته بالحيطان مخروب بيتها، وضع كله ما بيتحمل يعني، وناس تحت الفقر تحت الفقر صارت، وناس ما فارقه معها. انا بالنسبه انا قانون قيصر بعتبره هذا قانون لحتى يجوع العالم على الاخر، حتى يعملوا حرب بالداخل لا اكثر لا اقل. ازاء هذا الواقع تساؤلات كثيره تطرح حول كيفيه تعاطي لبنان الرسمي مع هذا القانون. وفي هذا السياق تقول وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد لأخبار الآن إن الحكومة اللبنانية تعمل على إيجاد السبل لتحييد لبنان عن مفاعيل قانون قيصر، خاصة أن هناك العديد من الأنشطة المشتركة بين لبنان وسوريا، والتي يصار حاليا إلى تحديدها تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة التي تحمي لبنان. وتضيف عبد الصمد من جملة هذه الخطوات التي تدرسها الحكومة اللبنانية تقديمها طلبات ويفر في الفترة القادمة بالنسبة لقطاعات مشتركة كالكهرباء والترانزيت، خصوصا أن تجارة لبنان البرية تمر حكما عبر سوريا. ما أبرز القطاعات المتضررة وما هي المخاوف؟ الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاء يعدد لأخبار الآن بعضا من هذه القطاعات وأبرزها التي يمكن أن تتشظى جراء هذا القانون، وهي التالي. بين الأمور اللي عم كما بقولوا مركز عليها القانون هي موضوع الطاقة، وبالتالي نحن يعني مثل ما بقولوا في عمليات تصدير للمحروقات إلى الداخل السوري، ما بعرف إذا ما قدرنا التزمنا شو ممكن أنه يصير، هل سيتم حظر هالأمر؟ في عندي كمان استجرار للكهرباء، نحن يعني مثل ما بقولوا بنستجر كهرباء من سوريا سنويا بما يوازي 80 مليون دولار. بالسؤال كمان لحد هلا بقلب الإنون حاطين المصرف المركزي السوري تحت الرقابة، تعتبروه إذا كان بيدخل تحت العقوبات أو لا. طيب في حال دخل تحت العقوبات، احنا بنعرف إنه الدفع عم بيتم بين المركز اللبناني، المصرف المركزي اللبناني والمصرف المركزي السوري، هل سيتم اعتبار بهالحالة هذه إنه لبنان عم بيخالف العقوبات؟ كمان من بين الأمثلة اللي فينا نعطيها، فينا نعطي موضوع الترانزيت، يعني الشاحنات اللي عم تعبر سوريا تتودي البضائع اللبنانية إلى الدول العربية، وهون السؤال هل سيتم اعتبار الرسوم اللي عم يدفعوها هل الشاحنات إنه هي نوع من أنواع الدعم للنظام؟ إنه في عندك شقين بالعلاقة، عندك شق رسمي وشق غير رسمي. هلا الشق الرسمي اكيد في يعني الحكومه لها سيطره عليه، فيها تقدر انه توقفه. هلا الاشكاليه الكبيره على هذا الصعيد هو مثل ما تفضلت، نحن بنعرف بعض القوى السياسيه كيف انه عندها علاقات
مميزة مع النظام السوري. كل القطاعات هي عرضة للعقوبات. بالمرحلة الأولى اللي رح نشوفه هو عقوبات يمكن على أشخاص، على أفراد، على شركات لا خرق هذا الحظر، ولكن لاحقا ممكن نشوف أسماء سياسية على هذه اللوائح العقوبات، لحد ما نوصل يمكن بأقصى الدرجات أنه يصير لبناني يشكل مع الدولة السورية وحدة معزولة عن العالم اقتصاديا سياسيا وعسكريا. واقع مأزوم يعيشه لبنان إذن، وهو يحاول جاهدا من خلال مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي الحصول على رزمة مساعدات تمكنه من تخطي أزمته الاقتصادية غير المسبوقة، لكن بعض مكوناته تنظر بعين أخرى إلى سوريا من باب المصالح المشتركة. فهل يكون خيار الارتباط بالنظام السوري بمثابة الرصاصة الأخيرة عليه؟ سؤال تتوقف إجابته على مواقف الحكومة وكيفية تعاملها مع هذا الملف، في حال أيضا تخطت مسألة الاختلاف في مقاربة أرقام الخسائر أمام صندوق النقد الدولي. المشهد إذن قاتم ولا يوحي بالخير، فهل يجد كل لبناني أن عليه الصيد لكنه لا يملك قيمة سعر الصنارة؟